بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيكم العافية. برد أرحب فيكم بالبداية في مختبر الفلويد ميكانكس. كنا نحكي شوي عن موضوع مهم بصراحة، اللي هو تحضير الربو. بالنسبة للريبورت رايتنج، يعني من الأمور اللي يعني الطالب يمكن بحتاج شوية مساعدة فيه. طبعا أنا حطيت لكم في بداية المانيوال، زي ما احنا شايفين هنا في بداية المانيوال اللي بتكون الصفحة الثالثة، حطينا لكم جايد لاين باعتبار الهدف منه نحاول قدر الإمكان إن نتعلم كيف نكتب الريبورت. وخليني أشرح شوية مواضيع لها علاقة بالريبورت رايتنج. أرجو أن يكون هذا الجايد مفيد لكم. طيب خلينا نقرأ ونوضح. يعني the content and presentation of laboratory report may be organized in many forms. It is indeed impossible to establish a format that would suffice the needs of various types of reports. طبعا يعني الريبورتس أنواع مختلفة. في عندنا ريبورت ميكانيكال، في عندنا ريبورت بكون بزنس، في ريبورت بمشروع. ففي جايد لاينز لكل ريبورت. اللي بهمنا هون اللي هو التكنيكال ريبورت اللي انا بدي اعمله بالنسبه لتجارب مختبر الفلويد. However, a good and effective report has certain essential elements that should be followed. في عندنا عناصر اساسيه. The report should aim at clarity and precision in presentation. اذا هدفنا من الريبورت انه احنا نمثل او نوضح البيانات أو التجربة الاكسبيرمنت اللي عملناها، النتائج اللي طلعت معنا بالطريقة القصوى الممكنة، يعني نوضحها أكثر ما يمكن من حيث الدقة والوضوح. حيث الدقة والوضوح. طبعا إحنا عادة بالتكنيكال ريبورتس زي الريبورت هذا we omit the use of personal pronouns. يعني ما بقولش I did مثلا أو we did أو you. يعني هذول pronouns ما بنحطهم بالتكنيكال ريبورتس او بالتكنيكال رايتنج. مثلا احنا بنقول this experiment was done to demonstrate the effect مثلا of velocity on flow type laminar turbulent الى اخره. تمام. In this experiment مثلا density was measured and specific gravity were measured. Density and specific gravity were measured مثلا. فلاحظوا احنا بنستخدم هون it they، يعني بنحكي عن الاداء اللي هو بنسميه هنا third person. third person، وبالتالي هاي I we you and you بنحاول نتجنبهم لانهم مش professional writing. It's highly recommended that the report should be prepared using only standard size paper, not spiral spirals. هلا طبعا هاي ملاحظة مهمة، أنا بلاحظها كثير أحيانا من الطلاب، بروح بمزح أوراق من دفتر السلك تاعه أو أي أوراق ثانية، يعني بعرفش من وين بجيبها، يمكن لأنه مستعجل أو إشي، ولا الأوراق موجودة متوفرة يعني، وروح بكتب الريبورت عليها. هذا غير مقبول، يعني الورق هذا الورق المحاضرات غير مقبول ان نكتب الريبورت. الريبورت بده يكون مكتوب على ورقه بيضاء اللي هي A4 بالستاندرد سايز. طبعا يفضل يكون مطبوع طباعه، ومش يعني مش ممنوع انه يكون الريبورت مكتوب بخط اليد اذا كان خط اليد واضح، لكن انا بشوف معظم الاحيان يعني ومعظم الناس يمكن خط اليد تبعهم ما بكون واضح وما بكون مرتب، فالطباعة بتظلها أفضل. يعني الواحد ممكن يبذل شوية جهد زيادة، ولكن يعني بده يتعلم. يعني إحنا هون بدنا نتعلم، مش مشان مختبر الفلويد، مشان نتعلم how to write a good report and professional in a professional way. Remember, a well presented report makes a good impression on the reader. ماشي. يعني اللي بده يقرأ الريبورت بدكم تتأكدوا إنه بنبسط من هالريبورت هذا، بشوفه شكله مرتب، بشوف الأفكار فيه مترابطة، بشوف فيه فائدة من قراءته، مش بده يكون يعني هيك شغل معفشك، عرفتوا علي؟ وإحنا طبعا بنتعلم، يعني هي الفكرة بالنهاية إنه نتعلم كيف نكتب البروفيشنال ريبورت. طيب
ننتقل لعملية تنظيم الريبورت اللي هي الـ organization described as follows are some fundamental aspects of good report. إذا الـ good report الريبورت الكويس كيف بكون the organization may be modified by the instructor for certain types of report. طبعا إحنا يعني حاطين لكم جايد لاين يعني كانستراكتورز أنا والمهندس معاذ، وبتقدروا يعني تستخدموا هذا الجايد لاين as يعني as an idea. اول شيء طبعا لازم يكون في عندنا تايتل بيج، مهم جدا التايتل بيج. انا حاط لكم تايتل بيج طبعا سامبل تايتل بيج في بعد الجايد لاين هذا. بتلتزموا بالتايتل بيج لانه هي يعني فيها توضيح للمعلومات المهمه. كل شيء لازم يكون له تايتل بيج ولا ما بكون معرف، يعني زي واحد ما له اسم، عرفت؟ واحد ما له اسم كيف بدنا نتعامل معه، كيف بدنا ننادي عليه، كيف بدنا نعرف مين هذا؟ لازم يكون في عندنا دائما تايتل بيج. تمام، فالتايتل بيج ايش فيها؟ اول شيء التايتل اوف ذا ريبورت، اسم التجربه، رقمها اذا كان لها رقم تسلسلي، تاريخ التجربه مهم جدا طبعا مشان نعرف احنا التجربه في لها ريبورت والريبورت بده يتسلم خلال فتره معينه. الاوثر يعني ريبورت واحد او اكثر اتفاقكم مع المهندس، هل هو جروب ريبورت؟ طبعا احنا بنعمل الجهتين بس حسب ما اتفقتم مع المهندس احنا بنلتزم اذا كان جروب ريبورت او سنجل ريبورت. يعني جزء من الريبورتس قصدي راح نعملهم جروب ريبورتس، يعني الجروب تسلم ون ريبورت، وفي جزء منهم راح نعملهم سنجل ريبورتس. سنجل ريبورت يعني كل واحد يعمل ريبورت خاص فيه. لما بتكون جروب ريبورتس بنحط اسماء الجروب كامله، ولكن اللي يعني اللي بيسلم الريبورت بيكون اسمه بالبدايه. يعني احنا الان سلم مثلا يعني سبيل المثال الريبورت تبعنا اليوم عن رينولدز اكسبيرمنت، ماشي؟ لو كان الريبورت هذا سنجل ريبورت بدي احط اسمي انا بالبدايه كونه انا بسلمه انا الفيرست اوثر، تمام؟ او اكتب بين قوسين الفيرست اوثر او الاوثر الى اخره، يعني اوضح انه هذا الريبورت انا اللي سلمته. وطبعا بحط بعديه اسم الجروب الماي، جروب ممبر نيمز طبعا هذا اللي حكينا عنه، نيم اند ادرس اوف ذا اورجنايزيشن وير ورك. اما تكون تكتبوا جوردن يونيفرستي اوف ساينس اند تكنولوجي كيميكال انجينيرنج ديبارتمنت، وتكتبوا هون اخر شيء اللي هو الديت اليوم اللي سلمته فيه الريبورت. لاحظوا في ديت للاكسبيرمنت وفي ديت تسليم الريبورت. طيب هلا الصفحة الثانية تايتل بيج سامبل فور ساتش هاز بين انكلودد، بنحطين احنا واحده. طيب الان الصفحه الثانيه بدنا نبدا بالابستراكت. ايش هو الابستراكت؟ الابستراكت هو ملخص للي عملناه بالتجربه، ملخص للي عملناه بالتجربه. خلينا نقراه بالانجليزي بالبدايه ونوضح ايش يعني بالابستراكت اللي هو ملخص. The purpose of the abstract is to succinctly provide the essential information to a reader. It must contain a brief statement of the experiment and focus on major results, conclusion, and recommendation. إذا لاحظوا هو عبارة عن ملخص، اسمه ملخص، يعطي المعلومات الأساسية اللي إذا الواحد بده يقرأ الريبورت سريعا هيك بدقيقة بدقيقة ونص بدقيقتين بيقدر يلاقي كل إشي ملخص، ملخص الملخص يعني. هلا إيش بكون بالأبستراكت؟ brief statement of the experiment، ماشي؟ ايش هي التجربه؟ today we مثلا عفوا لازم ما نستخدم يعني today او عفوا مش today in this experiment the specific gravity was measured for material كذا 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 and مثلا viscosity was measured also for كذا كذا. لاحظوا انا بستخدم was measured ما بستخدم I or we، ماشي؟ يعني هاي كومن ميستيك انه الطالب بيستخدم الاي والوي كثير وهاي مش مقبوله. انا نستخدم الثيرد بيرسون، ماشي؟ اللي هي واز ماجرد او ات واز ماجرد او الى اخره. طيب اذا بريف ستيتمنت اوف ذا اكسبيرمنت، اذا ايش هي الاكسبيرمنت اللي بنعملها؟ فوكس اون ذا مين ريزلتس. طبعا ممكن احنا نحكي بالابستراكت يوزنج مثلا الهيدروميتر، مثلا specific gravity was measured using hydrometer for a fluid A, fluid B نسميهم مثلا، ماشي؟ أو some fluids، تمام؟ هلا
بعد هيك بنكتب briefly results، مثلا نقول it was observed that مثلا fluid A had the highest specific gravity and fluid C مثلا، نحط الاسم had the largest the smallest مثلا viscosity أو the smallest specific gravity. تمام، بعد هيك طبعا بنحط يعني رؤوس أقلام النتائج. بعد هيك بنحكي على الكونكلوجن. الكونكلوجن مثلا ايش بدنا نحكي؟ انه مثلا الـ measurement of a specific gravity was performed and was observed. مرة ثانية بنلخص الـ major results، يعني انه هاي مثلا عندنا الـ قيمة فلويد A، قيمة فلويد B، مثلا الأشياء الرئيسية، الكونكلوجن، لاحظوا النقاط الرئيسية، يعني ملخص الريزلتس. الريزلتس احنا بنحطها ميجر ريزلتس، المين ريزلتس، ملخصهم بالكونكلوجن. وطبعا إذا في عندكم ريكومنديشن اللي هي اقتراحات، مثلا the method can be مثلا improved، مثلا the error can be reduced by doing so and so. يعني إذا في عندكم أي recommendations، طبعا هذا الـ recommendations إذا في recommendations، عادة إحنا بنلاحظ ممكن تحسينها بالتجربة أو بالإجراء التجربة مثلا أو بالقياس أو بغيره، ممكن نحكي عنها هذا. تمام، طبعا بالconclusion ممكن نحكي كمان عن الـ error مثلا، يعني قديش كانت نسبة الـ error، هل هي عالية مثلا، هل هي منخفضة. ومثلا بالريكومنديشن ممكن نحكي بناء على الايرور العالي، مثلا ممكن نستخدم الميثود الفلاني او نغير البروسيجر بطريقه او باخرى. طبعا بشكل مختصر، مش بقى بدها تكون يعني فقره، لاحظوا هاي الابستراكت بدها تكون فقره مش كبيره، يعني يعني طبعا ما بقدرش انا اقول قديش، نص صفحه مثلا، ربع صفحه يعني، بس هاي يعني اكثر من نص صفحه بكون في عندنا مشكله ان احنا مكبرين هالابستراكت. الابستراكت هي ملخص الملخص. تمام، فبدكم تفكروا انه واحد بده بدقيقه ياخذ فكره عن اللي عملناه في التجربه هاي او محتويات الريبورت. بالدقيقه هاي بدي انا احط له الاشياء الرئيسيه والاساسيه. طيب بعد الابستراكت طبعا على نفس الصفحه، يعني مش على صفحه ثانيه مشان ما نخليش سبيس، في عندنا الانترودكشن اللي هي المقدمه. المقدمه طيب، الانترودكشن ايش فيها؟ انترودكتوري ماتيريال so that the readers will follow intelligently the scope of the problems and proposed experimental work. فلاحظ انا بدي احكي بالبدايه مثلا عن specific gravity. بدي احكي مثلا انه تعريف ايش هي specific gravity، ليش بنقيسها، ايش اهميتها، وين تطبيقاتها. هاي اشياء مهمه مشان القارئ لما بده يشوف انا ليش عملت التجربه هاي اللي قست فيها specific gravity او الفيسكوسيتي، ليش انا بقيس الفيسكوسيتي، هل هي شيء مهم، يعني هل هذا الشغل اللي بهالريبورت هذا مهم. فهاي الانترودكشن. بالاضافه لهاي ممكن يكون في عندنا طبعا يعني معلومات عن مثلا الثيوري. تمام، الثيوري ايش الاشياء، المور ديسكس الليس ديسكس انواعها and so on. where necessary introduce the prior knowledge and literature with the proper reference to the sources. لاحظوا البروبر ريفرنس هون مهم، ماشي، يعني احنا دائما لما بنكتب اي شيء هون بالانترودكشن او literature اللي هو يعني مراجعه الدراسات السابقه او المعلومات السابقه، لازم نحط دائما ريفرنس. الريفرنس عاده بنكتبه في طرق مختلفه، يعني خلينا نروح شوي هون، هاي الريفرنس زي ما انتم شايفين هون. اذا اخذنا ريفرنس من كتاب مثلا، بنكتب على سبيل المثال كتاب، بنكتب ديكاريو هذا وبنغوسين 1985، وبالاخير بنكتب اسم الريفرنس. يعني هون بنكتب اسم الريفرنس او بنعطي رقم مثلا واحد، ماشي، بعدين بنكتب واحد هون وبالاخير واحد اللي هو هذا. تمام، نكتب بالتفصيل من وين جبنا هاي المعلومه اذا كانت معلومه سبيسيفيك. تمام، فمهم جدا انه احنا نعطي مقدمه عن الموضوع، مقدمه عن او معلومات تقديميه للموضوع مشان يقدر القارئ يفهم من وين انا جبت معلوماتي. طيب the report should conclude with statement and specific objectives to be performed. لاحظوا بالسكشن هذا بدنا نكتب الـ objectives. الـ objectives بشكل واضح، يعني في التجربة الأولى أنا بس بعطيها كمثال. الـ objectives number one مثلا، أو in this report the specific gravity will be measured for كذا كذا كذا.
تمام using method كذا كذا. بعدين the viscosity will be measured for fluid كذا كذا. طبعا مش نفسهم اللي بالسبيسيفيك جرافيتي، راح تلاحظوا انهم اختلفوا عن الفيسكوسيتي using the method كذا كذا. تمام، اذا احنا حددنا هون بشكل واضح ايش اهداف التجربه، ماشي، يعني ايش بدي اقيسه. بعدين ممكن اكتب عن proper conclusions مثلا or recommendations will be made based on the measurements. تمام، اذا ايش انا اللي بدي اعمله؟ objective دائما هو هدفي انا، ايش هدفي من الدراسه هذه. Also include a statement about the laboratory exercise relates to fluid mechanics and or industry. تمام، اذا هون بنكتب كمان، وهي ممكن تكون جزء من الانتروداكشن او يعني قبل الاوبجكتيفز برضه، ايش اهميه ليش بندرسها؟ يعني احنا السبيسيفيك جرافيتي او الفيسكوسيتي وين تطبيقاتها، ايش اهميتها؟ مهم جدا انه احنا دائما نربط اللي بنعمله فيها المختبر مع الواقع، يعني لو ايش بنقيسها، شو اهميتها، هل وين بتفيدنا، ايش بتهمنا. تمام، طيب السكشن التالي اللي هو الماتيريال اند ميثودز. الماتيريال لاحظوا اللي هي المواد، والميثودز اللي هي الطرق او اساليب القياس. This part includes a list of equipment and procedure used in carrying out the work. تمام، اذا لاحظوا هون احنا ما فيش عندنا ماتيريالز كثير، يمكن غالبا احنا بنستخدم نشتغل على المي، معظم شغلنا على المي والهواء، ماشي، ولكن في عندنا أدوات equipment. أهم شيء هنا الإكويبمنت، الإكويبمنت وطرق استخدام الإكويبمنت. يعني مثلا لقياس الفيسكوسيتي في عندنا سلندر، وبنستخدم ميثود اسمه الفولينج بول فيسكوميتر أو الفولينج بول ميثود، ماشي. هلا بدنا نحكي اسمه الميثود اللي هو الفولينج بول، تمام، ونحكي عن اسم الجهاز إذا كان جهاز. طبعا في عندنا أجهزة احنا مختلفة، يعني حسب التجربة اللي عندنا في عدة أجهزة، تمام، اللي راح نستخدمها بالشغل. طبعا موجود عندكم بكل تجربة موجود سكيماتيك دايجرام. السكيماتيك دايجرام اللي هي الرسمة التوضيحية، الرسمة التوضيحية موجود كمان صور، يعني بنحط السكيماتيك دايجرام مع الصورة، يفضل يعني الثنتين. لاحظوا الصورة هي تصوير فوتوغرافي للاكسبيرمنتال سيت اب، يعني الأجهزة اللي تستخدم بالتجربة، والسكيماتيك دايجرام اللي هي فيها شرح توضيح هذا الجزء اسمه كذا، هذا اسمه كذا، هذا الجزء اسمه كذا. تمام، هلا اذا كانت الصوره مع السكيماتيك دايجرام بكون القارئ اخذ فكره جيده عن التجربه كيف تصير وكل جزء ايش اهميته. تمام، وبرضه بشوفه على ارض الواقع او بالصوره الفوتوغرافيه بكون ايضا واضح. طيب remember a good diagram is worth a thousand words. تمام، يعني الدايجرام مهم جدا يا جماعه، مهمه جدا الدايجرام تكون موجوده، مشان يعني بتختصر الشرح الطويل عن الجهاز. يعني هذا هون عندنا هون مثلا بنقيس كذا، وهون بطلع الووتر، هون بدخل الووتر الى اخره. هاي كليات الانفورميشن احنا بنختصرها برسمه بيانيه او رسمه، خلينا نقول تصويري، دايجرام للجهاز. طيب السكشن الاكثر اهميه طبعا بالنسبه لي هو الريزلت اند ديسكشن. هلا لاحظوا ايش الفرق بين results and discussion. اول شيء ايش معنى results؟ results اللي هي النتائج اللي بتكون على شكل جداول. تمام، يعني مثلا خليني بس نطلع شوي هون، اول تجربه لاحظوا هذا، هاي results زي هيك، يكون عندنا جدول بنحط فيه الليكويد مثلا هون water liquid 2 3 4 الى اخره، specific gravity والdensity، ماشي، هنا قرانا البريشر قديش، واخذنا يعني وقت القياس والتمبريتشر. ليش هذول اخذناهم؟ طبعا لانه يعني هذول بياثروا على القراءه. لاحظوا اذا الريزلتس بدها تكون شيء زي هيك، تمام، بده يكون تيبلز، عاده بتكون ريزلت تيبلز او شيء مشابه لها. تمام، هلا اذا هاي الريزلتس اللي عندي اللي هي الرو داتا اللي بدي اخذها. هلا الديسكشن هو شرحي انا او توضيحي للريزلتس، يعني النتائج اللي عندي بدي اشرح. ايش يعني الشرح؟ لما بقول شرح مثلا هاي القيمه اكبر من هاي القيمه، هاي القيمة مثلا قريبة على فاليو، لأنه في عندنا actual values لكل شيء، يعني احنا بنقارن معها. هاي القيمة مثلا صار فيها ايرور كبير، شو السبب؟ هاي القيمة مثلا منطقية، هاي القيمة مش منطقية. تمام، زي ما قلنا نقارن بين القيم، هاي القيمة أكبر من القيمة هاي. في شغلة ثانية بنعملها بالدسكشن، بنقارن بالدراسات السابقة مثلا، يعني في ناس قاسوها قبلين، هاي اكيد كثير نشوف قياساتنا مثلا مقارنه مع الريفرنس الفلاني، المرجع الفلاني، هل هاي القراءه
دقيقة لنا. لاحظوا هاي الدسكشن. الدسكشن هي مناقشة النتائج، مناقشة من أكثر من ناحية. من ناحية هل هي منطقية مقارنة مع الستاندرد مثلا، إذا في عندنا ستاندرد، أو إذا حدا قبلينا قاس هاي البارامترز، عمل التجربة هاي وقاسها، هل قيمنا قريبة على القيم تبعه، أكبر أقل وليش. تمام، أقارن بين القيم نفسهم. لما يكون عندي مثلا أكثر من فلويد، المي مع مثلا الجليسرين، مين الفيسكوسيتي تبعته اعلى والدنسيتي اعلى وليش؟ شو سبب انه في تفاوت بيناتهم؟ ماشي، هاي المعلومات كلها بحطها في الدسكشن. فلاحظوا اكثر جزء بدنا نتعب عليه اللي هو الريزلتس اند دسكشن. طبعا الريزلتس هي النتائج اللي انتم بتقيسوها او بتاخذوها بالتجربه، والدسكشن اللي هو بتعملوه خلال مجال. طبعا مع الريزلتس ممكن يكون في حسابات، يعني في بعض الحسابات نحتاج، وبعد ما نعمل الريزلتس والكالكوليشنز بنعمل الدسكشن. اذا الجزء اللي بتعملوه بالتجربه او بالمختبر اللي هو الريزلتس. In this section are recorded important data and observation with experimental work along with critical discussion. المهم هذا الحكي هنا so far. Also included in the written text are illustrative tables, charts and graphs. لاحظوا احيانا كثير بنحتاج احنا بالاضافه للتيبلز اللي اخذناها نرسم رسومات. مثلا في عندنا اكس واي، مثلا العلاقه بين اكس واي، العلاقه بين اكس واي مثلا ممكن نرسمها على الاكسل ونشوف هل في علاقه بين اكس واي، قديش قوه العلاقه هذه. تمام، وهي كثير من بتطلب منكم. هلا احنا ممكن نعمل على مثلا نعمل اكسل في نعمل مثلا سيمبل لينير ريجريشن او العلاقه بين اكس واي، ممكن نعمل شيء زي هيك اذا بتحتاجوا. كيف نعمل الديفرنت جرافس، مثلا البار جراف، التشارت جراف الى اخره، الباي جراف مثلا، حسب ايش الحاجه عندي. تمام، the original data of numerous are included in the appendix. إذن بالابندكس احنا بنحط الداتا الاصليه، الرو داتا. تمام، يعني الرو داتا ما بنحطها بالريزلتس والديسكشن، عفوا الريزلتس اللي بنحطها احنا اللي هي التيبل اللي بتكون بشكل مرتب، لكن الرو داتا اللي اخذناها على ورقه بنحطها زي مرفق مع التقرير، يعني اللي بكون وقعنا عليها المهندس. تمام، it should be recognized that the graphs in particular should stand on their own with the ultimate goal that the reader can understand each without referring to the other. خليني بس هاي النقطة أوضحها. المثال، لاحظوا لو أخذنا هاي الرسمة، ماشي هاي الرسمة، خليكم على شوي بس خليني أجيب الرسمة الإلستريتور. تمام، رسمة زي هاي على سبيل المثال. هلا هاي الرسمة اللي عندي، طبعا اكس واي بلوت مثلا، يعني رسم بين اكس واي، بدي احط هون شيء اسمه الكابشن. ماشي، شيء اسمه ايش؟ الكابشن. اذا بحط هون مثلا فيجر 1 وبشرح عليها كل شيء، هون صارت هاي الفيجر واضحة ايش هي، يعني بدها تكون يعني انفورماتيف، يعني مثلا illustration of capillary rise. طبعا هذا هون مكتوب capillary time apparatus and divider. عادة احنا بالنسبة للفيجرز بنحطها تحتية الرسمة، وبالنسبة للتيبلز اللي زي هذا التيبل بنحطها فوق نقول تيبل 1 مثلا viscosity measurement using falling ball viscometer for different fluids. إذا بنحط اسم التيبل وبعدين شرح عن التيبل. هذا المقصود بالكلام المكتوب هون اللي هو انه the original data of numerous يعني رقمية are included in the appendix. It should be recognized that the graphs in particular should stand on their own. يعني بده يكون التيبل أو الرسومات يكون لها اسم ورقم، مرقبة ولها اسم. تمام، بدها تكون بشكل واضح مكتوبة. ماشي، ما بنفع احط رسمه ما لها فيجر، ما لها مثلا فيجر 1 فيجر 2 فيجر 3 الى اخره، ولا تيبل. ماشي، احنا بنسميها الكابشن. طيب، with the ultimate goal that the reader can understand each without referring to the other. يعني كل رسمه قائمه بذاتها. However, no figure or graph should go unmentioned in the written text. يعني لما بحط رسمه بدي احط عندي رسمه فيجر بين اكس وواي او رسمه لجهاز، ما بنفع احطها بدون ما اشرح عنها خلال
الريزلت والديسكشن، يعني خلال الديسكشن بقول مثلا فيجر 1 شوز مثلا انه ذا ديفرنت سبيسيفيك جرافيتي فور ذا فلويد ستادد، it shows that مثلا كذا كذا، ببلش احكي عنها، فما بنفع انا احط فيجر وما اشرح عنها بالتكست، هذا اللي بحكيه هون. A brief summary of the types of calculation performed should be included and detailed calculations are put in the appendix. إذا بالنسبة للحسابات يا جماعة بنحط إشي اسمه sample calculations، بنحطها بالresult and discussion. تمام، sample calculation يعني لوحده، ماشي. الآن الحسابات التفصيلية بنحطها وين؟ بالappendix، يعني ورقة مرفقة بالإضافة للداتا شيت. تمام، بنضيفها بآخر الريبورت. Figures should be numbered consecutively، يعني figure 1 figure 2 figure 3 حسب ترتيبها حسب ما يعني حسب ترتيبها الزماني او ترتيبها ب result and discussion giving complete titles and legend. اذا هاي بنسميها التايتل والليجند، التايتل اللي هي الكابشن المكتوب تحتيها، والليجند اذا كان في عندنا اكثر من رسمه مثلا هاي اي هاي بي اند سي على نفس الكيرف، يعني نفس الرسم مثلا في عندنا أربعة كيرفز، لكل كيرف رقم أو اسم بنسميه هاي الليجنز. And the titles should be located below the figures. تمام؟ واضح يعني مش هاي معناها. Tables should be numbered consecutively independent of figures. طبعا التيبلز برضه لها ترتيب نفس اللي هي تيبل 1 تيبل 2 تيبل 3، ما لها علاقة بالفيجرز، فيجرز لحالها والتيبلز لحالها بالنسبة للترقيم. Giving complete titles لازم يكون لها complete titles and titles should be located above the table. إذا لاحظوا بالنسبة للتيبل دائما التايتل بتكون فوقيه، يعني أنا تيبل 1 بالنسبة للفيجرز بتكون تحتيها، يعني فيجر 1 مثلا ومكتوب بس بيكون تحتيها. طيب التيبلز should be numbered، ماشي. إذا complete titles and the titles should be located below the figures. Details should be numbered and تمام حكينا and titles should be above. The results and discussion are so arranged as to indicate relationship and provide answer to question posed in the list of laboratory goals. نلاحظ دائما الدسكشن results of discussion بتجاوب أسئلة الأوبجيكتيفز، أسئلة الأوبجيكتيفز، ماشي. يعني إحنا بالريزلت عن discussion بنجاوب على الأوبجيكتيفز. طيب it's very important to point out assumptions, sources of error, actual versus expected results, trends and so on. يعني أي trend موجود، يعني كيف العلاقة بتزيد، العلاقة بين ال different measurements بنسميها ال trends. هلا ال actual versus ال expected، يعني ال يعني اللي بيطلع عندنا اللي بنقيسه مقابل اللي بنتوقعه اللي هو القيم الدقيقة، خلينا نقول أو ال reference values، لازم نقارنها، ماشي. إذا عملنا أي assumptions، تمام، اذا عملنا اي فرضيات، وين مصادر الايرور، كلياته هذا بدنا نحطه بالسكشن هذا. عشان هيك قلنا السكشن اوف ريزلتس اند ديسكشن، خاصه الديسكشن هو اللي بيعبر عن فهمنا الرئيسي للريبورت. طبعا لما تشوفوا توزيع العلامات تلاقوا انه الديسكشن هون، لاحظوا في عندنا هون طبعا هاي بالنسبه للريبورت، لاحظوا الانترودكشن بنحط عليه 25 علامه، بنحط الريزلت اند ديسكشن 25 علامه. تمام، يعني هذول مهمات لانه فيهم شغل رئيسي. طيب اخيرا او قبل الاخير اللي هو الكونكلوجنز، قلنا الكونكلوجنز هي سمري للي عملناه، عفوا سمري للنتائج، انا اسف، كونكلوجن سمري للنتائج. لاحظوا الابستراكت هو سمري لكل الريبورت بما فيه الايكوبمنت وطرق القياس وكل شيء بالريبورت، هو اسمه الابستراكت اللي هو السمري. لان الكونكلوجنز اللي هي ملخص النتائج، ملخص النتائج اللي طلعت معي. اذا لاحظوا ما بحكي عن البروسيجر، ما بحكيش عن الميثود، بحكيش عن طرق القياس، بحكيش عن كل هاي، بحكي عن النتائج اللي طلعت معي. هاي النتائج بحطها بشكل مختصر، مثلا the viscosity of كذا طلعت كذا، the viscosity of كذا طلعت كذا، مثلا the specific gravity for the fluid كذا طلع كذا، ماشي. بكتبهن بشكل مختصر، ماشي. So this section should specify logical and or warranted conclusions and inferences، ماشي. والنتائج الرئيسية انه مثلا المين
the highest مثلا viscosity was كذا, lowest viscosity was كذا, the highest specific gravity and so on. إذا هاي المين conclusions, المين results بحطها بالconclusions. It should indicate what has been learned from the work, إيش تعلمنا من الشغل هذا, emphasizing significance of and values of the results. إذا إيش أهمية النتائج اللي طلعت. بس لاحظوا هون بالconclusions, دائما بالconclusion إحنا we سمرايز النتائج اللي طلعت معنا, ما بجيب من برا. يعني انا مثلا قيم للسبيسفيك جرافيتي لفلويد ايه ماشي من ريفرنس, ما بحطها هون بالكونكلوجن, لان الكونكلوجن يجب انها تحتوي على المعلومات اللي انا لقيتها, اللي انا طلعت معي. تمام, هاي مهمه جدا انتبهولها ماشي, ونفهم مره ثانيه الفرق بين الكونكلوجن والابستراكت. تمام, الكونكلوجن هي تلخيص للنتائج اللي عندي وايش تعلمت من التجربه. الابستراكت هو ملخص للريبورت كامل بما في الانترودكشن, في الماتيريال اند ميثود, كلها بلخصها بالابستراكت. طيب, when there are a number of conclusions they should be listed. ماشي, اذا كل الكونكلوجنز الرئيسيه عندنا should be listed. طبعا الكونكلوجن بتكون مختصره, نص صفحه بحد اقصى. ماشي, نص صفحه بحد اقصى. اخر شيء اللي هو الريفرنسز. طبعا الريفرنسز المقصود عند الريفرنس الاوريجينال. طبعا طريقه كتاب الريفرنسز في لها ستاندرد مشان تتعلموا عليها. يعني هاي مثلا الكتاب من كتب بالطريقه هاي, اول شيء المؤلف اللاست نيم, بعدين اذا كانوا اكثر من مؤلف من نكتب اسمائهم, بعدين بين قوسين هون السنه اللي نشر فيها هذا الكتاب, اسم الكتاب مايكروويفز ان ذا فود بروسيسنج المصري مثلا, الناشر اكاديميك بريس, مكان النشر نيويورك. ماشي, انا لو كان تشابتر ان بوك له برضه طريقه زي ما انتم شايفين هون. طبعا التشابتر ان بوك بنحدد مثلا من صفحه كذا لكذا, يعني بالاضافه للفود كيمستري سكند اديشن الى اخره. تمام, هلا اذا كان ارتكل اللي هو ورقه بحثيه مثلا, هون عندنا نحط اسماء المؤلفين. طبعا دائما بنبدا باللاست نيم بالنسبه لاول مؤلف. تمام, بعدين الفيرست نيم بي, بعدين هون المؤلف الثاني بنبدا بالفيرست نيم, وبعدين بنحط اللاست نيم. تمام, بنحط السنه بين قوسين, اسم التجربه او البحث اللي انعمل. تمام, المجله, اسم المجله اللي نشر فيها, السنه عفوا العدد, والصفحات من الى. لاحظوا هاي عمليه الدوكيومنتيشن الصحيحه. اذا اسم المؤلف او المؤلفين, السنه, اسم البحث, بعدين العدد اللي نشر فيه, والصفحات. فلو بدي ارجع على المرجع هذا بدي ايش, هاي المعلومات بدها تكون كافيه. تمام, انا طبعا في كثير منكم بكتبوا الريفرنس مثلا, يعني من خبرتنا السابقه الريفرنس اللي هو مثلا فلويد ميكانكس لاب, وبتكتبوا اسم احنا طبعا ما الفنا هذا, هذا عباره عن تجميع. تمام, عباره عن تجميع, فبدكم ترجعوا على الريفرنس. الريفرنس يجب انه يكتب الريفرنس الاصلي, الريفرنس الاصلي لهذا. إذا طبعا أخذت إشي من خارج, يعني جبت قيم مثلا أو دراسات سابقة من برا من خارج الريبورت, ماشي, بدكم تحطوها. ماشي, بس بدكم تفهموا إنه هاي هي تجميع من مصادر مختلفة. يعني الريبورت هذا أو المانيوال هذا تجميع من مصادر مختلفة. فالأصل إحنا دائما نكتب الريفرنس الأصلي. لسور ريفرنس ماتيريالز يوزد إن بريبيرينج ذا ريبورت إن ستاندرد فورمات. ماشي, إذا هاي ستاندرد فورمات. تمام, فاحنا طبعا هون حطينا لكم طبعا هاي الكفر بيج, يعني وكيف هنكتب كل شيء فيه. تمام, وتوزيع العلامات طبعا والمجاميع والى اخره. وهاي التجارب طبعا فيها شرح نظري الجهاز. تمام, طبعا بالنسبه للجهاز بتقدروا انتم مثلا تصوروه كاتو بيست. بتعرفوا احنا طبعا هو بكون عادة اوضح من هيك الجهاز, بس مو بتعرفوا مع تصوير عن تصوير بضل مش واضح. فموجود يعني بتقدروا تجيبه على النت, بتقدروا اذا ما كان واضح كفاية. تمام, الاجهزة المختلفة هون. تمام, هون مثلا and so on. تمام, هاي مثلا لاحظوا هاي اللي سميناها الدايجرام اللي هي فيها شرح توضيحي للجهاز. أنا طبعا تقدروا تصوروا الجهاز عندكم, يعني إذا ما كان له صورة هون يعني تصوروا الجهاز صورة فوتوغرافية يعني بالتليفون تبعكم, وتحطوها
مع الريبورت، يعني بكون هذا بداعم. بس الاصل طبعا اللي هو السكيماتيك دايجرام، اللي هي هي اسمها بنسميها سكيماتيك دايجرام، هي اهم شيء. تمام، الرسم هاي، وهذا طبعا الحالات المختلفه يعني. فهي الرسمات سكيماتيك دايجرام مهمه جدا مشان نفهم الرسمه. ممكن اضيف عليها انا صوره فوتوغرافيه للجهاز، which is good. تمام، طبعا احنا بالريبورت يعني بنحط لكم يعني الاوبجكتيف، بنحط لكم طبعا اسم التجربه الاوبجكتيف، ماشي، والدايجرام تبعت، بعدين بنحط لكم الثيوري، يعني نشتق لكم الثيوري، معظم التجارب مشتقه ثيوري جاهزه بتقدروا تتغلبوا فيها. تمام، تطبيقها مباشر، بعدين البروسيجر بالتفصيل. تمام، بعدين هون التيبلز اللي بدنا نعبيها. تمام، وبعدين الديسكشن اند ريكومنديشن. لاحظوا هون احنا حتى بالديسكشن اند ريكومنديشن لكل تجربه بنكتب لكم جايد، جايد يعني شو تسوي، كيف تكتبوا الديسكشن. نفس الكلام بالنسبه للتجارب الثانيه، هون تشوفوا مثلا هاي بينين احنا هون صوره الى الجهاز. تمام، هلا طبعا يعني بالنسبه ل يعني الريبورت، طبعا المهندس حكى يكون تسليم الريبورت يعني بدها تكون خلال اسبوع، يعني تجربه اليوم مثلا الاسبوع القادم بتسلم الريبورت الخاص فيها. مهم نلتزم طبعا بالشيء هذا مشان نلحق، يعني لانه الريبورت احنا راح نستخدمها في الدراسه للامتحان، وعليها كمان جزء من العلامه زي ما بتعرفوا. تمام، برضو مهم جدا يعني هذا البروسيجر بالذات يا جماعه، البروسيجر يعني انا بلاحظ احنا في عندنا الكويز عادة هو مطلوب، بسألش عن البروسيجر، بسأل بروبابلي عن الثيوري أو إيش الأوبجيكتيف. البروسيجر مهم يعني تقرأوه قبل ما تيجوا على التجربة على المختبر، لأنه هذا بيساعدكم كثير تفهموا شو اللي قاعد بصير. يعني إحنا لاحظوا هذا مختبر عملي، مختبر عملي، المختبر دائما أهم شيء في الجزء العملي. فالآن لو بدي أجي أطلب من واحد فيكم بعد ما يعمل التجربة إنه يجي يعملها مثلا، يكون الامتحان عملي، ممكن الامتحان عنده القدرة يشغل الجهاز ويعمل التجربة وياخذ المجرمنتس، ولا لازم واحد يشغل له اياه؟ هون هو السؤال، احنا بدنا اياكم تتعلموا الجزء العملي بشكل رئيسي. كونه في عندنا بروسيجر، والبروسيجر موضح يعني بشكل، وبدكم تعملوه انتم بالنهاية. فارجو انه تهتموا كثير بالجزء العملي بالتجربة، واي شيء مش فاهمينه تسألوا عنه. في طبعا تفاصيل كثير، يعني احنا معكم انا والمهندس معاذ بكون معكم مشان نجاوب على اي سؤال بتسالوه او اي استفسار، وبرضه بنفس الوقت بنسالكم مشان نتاكد انه انتم فاهمين ايش اللي قاعدين بتعملوه. فلاحظوا يعني المختبر هو مش الفكره انه انا اخذ قراءات واظل طالع، لا انا بدي اتعلم، بدي اتعلم يعني. خاصه مختبر زي الفلويد، اول مختبر بتاخذوه بالقسم، وهو مختبر يعني بصراحه دسم وبده مجهود مشان نقدر نفهم ايش يعني اللي قاعد نسويه، قاعدين نسويه. بنلاحظ كثير يعني أحيانا بكون مثلا الجروب فيها 4 أو 3، قاعدين بيحكوا مع بعض، يعني مش وقت الحكي، يعني بدنا نحاول نستفيد بقدر الإمكان ونحاول نفهم إيش اللي بنعمله. تمام، هاي بالنسبة للمختبر. ضل بس إحنا يعني موضوع الالتزام يا جماعة، في شغلتين عندنا، اللاب كود ضروري جدا الالتزام فيه، وفي عندنا الجوجلز اللي هم نظارات الحماية، هذول بصراحة لازم تجيبوهم. يعني احنا ملتزمين في ايبت اكريديتيشن، وملتزمين بالسيفتي، موضوع السيفتي طبعا. الاكل والشرب ممنوع بالمختبر زي ما بتعرفوا، يمكن كل مهندس. غير هيك يعني بدنا انفولفمنت، اذا في عندنا اللاب كود ضروري جدا يكون تكونوا لابسين، ولازم يكون معكم كمان الجوجلز اللي هي نظارات الحماية، تكون موجودة معكم تلبسوها خلال التجربة حماية لكم يعني. هاي وهاي متطلبات الليبت ومتطلبات السلام العام، والسلام أهم شيء. نتجنب المزح مثلا، الأشياء هاي، لأنه هذا مختبر يعني، وبدنا نحاول نفهم قدر الإمكان إيش اللي بنعمله. تمام، ونفهم كل جهاز، كل جزء من الاكسبيرمنت ايش وظيفته، لايش بايش بفيدنا. فهي من يعني الاشياء اللي كنت بدي احكي عنها في الوظيفيه. وممكن احنا زي ما حكيت لكم، اذا في عندكم اشكاليه في استخدام الاكسل مثلا لرسم لجرافس مثلا، او تابيليشن للداتا وتطلع منها معلومات، ممكن احنا نعمل كمان محاضره منفصله عن هذا الموضوع. هذا اللي حبيت احكي لكم، وارجو انه ما اكونش طولت عليكم. والله يعطيكم العافيه وشكرا لكم.